اسمح لي يعني النهارده اكيد طبعا حضرتك معانا من الصبح، ان زياره حضرتك واللي حصل في الفصل مع احمد يعني مصر كلها بتتكلم عليه. والله انا استاذنك نسمع الساده المشاهدين اللي ما سمعوش، واترك لحضرتك التعليق، لان الحقيقه تصرف حضرتك مع احمد تصرف ابوي وفي حنو وفي جمال الحقيقه. فنشوف بس الفيديو ده عشان اهلنا اللي ما شافوش، ونرجع تاني ناخد تعليق سيادتك. اتفضل. هو عمل الواجب يا سيادة المحافظ وكان عايز يروح يعني. هو طبعا هو طفل جميل جدا يعني. جميل. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليه لاهله يعني. احنا كنا في جولة طبعا في اوجهات تدريس مجلس الوزراء، ان احنا نعدي على المدارس ونشوف انتظام العملية الدراسية، خصوصا النهارده أول يوم زي ما حضرتك عارف. كنا بنعدي مع الجهاز التنفيذي في المحافظة، ومعانا السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، فعدينا على مدرسة دخلنا فصل بالصدفة، هنا كل الولاد ساكتين إلا أحمد بيعيط. فلفت انتباهي، يعني مش معقول نخش نسلم على الولاد ونسيبه نعيط ويمشي يعني. صحيح. فيعني لا إرادي، مالك يا حبيبي بتعيط ليه؟ فهو يعني الولد من كتر ما هو عمال يعيط مش عارف يقول اسمه. صح. طب إيه الموضوع؟ قال لك أنا خلاص عملت الواجب عايز أروح. عملت الواجب عايز أروح. يعني. ولما حضرتك بتقول له ما الفصل كله ساكت أهو، قال لك لا البت اللي هناك دي بتعيط. كوميدي ان انا بصيت في الكشكول بتاعه لقيته فعلا عامل الواجب، يعني هي يا حبيبي المدرسه كتبت ايه؟ قالت لهم كل واحد يكتب اسمه في كل سطر تقريبا، فهو كاتب كل السطور، تلاقي اسمه احمد عبد الوهاب سمير، كاتب اسمه كله في كل السطور، فهو خلاص كده عمل التاسك بتاعه، عمل الواجب، شكرا يعني وعايز يمشي يروح. والجميل لما حضرتك يعني طبطبت عليه وقلت له خلاص وهتمشي، فماسك في ايد حضرتك وعايز يخرج من الفصل. لا بقى، واحنا ماشيين هو عايز يكمل معانا بقى. هو حد جميل يعني، بسم الله ما شاء الله يعني. ربنا يحفظه.